السلام عليكم متتابعي قناة حسام الأعمال المتنوعة، كديري لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير والأحوال طيبة ودائما نلقاكم بأفضل الأحوال. بالنسبة الفيديو اليوم إن شاء الله واحد رشيمة هكا بالعقيق الطويل، ها هو بالعقيق الطويل، بالعقيق اللي على شكل جميعة، وهذا اللي على شكل لوزة أولا عين عوينة، وهاد الدائرة هذا هو الموديل اللي غنخدمو بحال هادي اللي داير انا هنا في الرشمه تحت الطلب ديال واحد السيده بغات باش تعرف المقاسات اللي خصها دير في الجلابه شحال خصها دير. انا هاد الموديل صراحه يعني يجي فيه هاد المقاس ديال 6 سنتيم مزيان، ممكن يمشي حتى 8 سنتيم في الكبر، المهم 6 سنتيم يعني 6 في المربع في 6 على 6 بحال هكا مزيان. بغيتي يكبر ممكن ديري كبر اولا ممكن ديرو كبر، ديرو حتى 7 8 سنتيم ماشي مشكل. هنا ملي درت انا في الوحده 6 سنتيم بعت ما بين الوحده والوحده بعت بيناتهم ب 7 سنتيم، وبالنسبه للصدر غيجيو فيه 3 جهه وحده، هي بغات جهه وحده. المقاسات من الهبطه ديال الكتفين خاصها تبدا وشحال خاصها تخلي في الجنب. المهم انا درت هكا في الورقه، ملي كنبغوا نطبعوها في الثوب كنديروا هكا يعني على شكل زائد. انا دايراها في الجلابه اللي غندير فيها، يعني انا جلابه غندير معكم بها واحد الموديل اخر، ولكن باش دارتها حاولت ندير باش نخدم معكم فيها. هنا في هاد التوب ديال الجوهره غنوريكم المقاسات حيت هادي بياسه مخدومه، نوريكم المقاسات بشحال خاصها تهبط، بشحال خاصها تهبط باش تدير تهبط من هنايا من هاد البلاصه ديال الكتاف خاصها تهبط ب 16 سنتيم حتى 17 سنتيم افضل 17 باش كيبقى لينا هكا، باش كتجينا ديك الرشمه مع الصدر مع هذا. بغيتو ديروها نيشان فوق من الصدر راه تهبطوا 21، المهم هذه بالنسبه لهنا الهبطه 21 كتجيو نيشان كتمشيو لهنا لهاد التركيز، هو هذا هاد التركيز هذا اللي كيكون تحت الابط هو نيشان خط واحد حتى لعند الصدر كيتسمى هذا الربع ديال الصدر. بالنسبه مثلا هنايا ربع ديال الصدر ناتي تقريبا واحد 25، يعني انا بغيت تجيني باش تجيني فوق من الصدر بالضبط غادي نديرو غديرو 20 اول حاجه، يعني كتمشيو ثاني على حساب الصدر. ولكن الطاي ستاندر تهبطو 18 باش تجي زوينه. ما بين الصنعه وديك الرشمه غادي نتخليو 5 سنتيم، 5 سنتيم باش كتجي هكا باينه القدام، تخليو 5 سنتيم ما بين الصنعه وما بين البياس ما بين الرشمه. دابا غادي نبداو على بركه الله. انا ديجا ركبت الجلابيه ديالي عندي هذه في المرمى، شوفوا معايا هنا انا راني درت على شكل زائد هو فين غنخدم الرشمه ديالي. غناخذ ليبره والخيط كيف العاده، تكون دائما لون الثوب ماشي لون العقيق، الا لكان داك العقيق جاجي وكيبان منه الخيط تما تقدروا ديروا لون العقيق. مي هذاك العقيق المهرس الطويل اللي عندي ماشي المهرس، هذا الطويل طول من داك المهرس وطول من كاينين راه دابا ولاو انواع، راه من غير المهرس كاين الياجور كتكون شويه متوسطه، كاين بحال داك العقيق المهرس الطويل كيكون مقسوم على جوج، وكاين اللي طول منه هو هذا اللي غنخدم معكم به، وكاين طول منه. المهم انا نوريكم لي نوريكم الاخر فين هو، هانتوما البنات انا نوريكم هنا نكون واضحين في المعلومات. من غير العقيق المهرس الصغير كاين هذا العقيق هذا حتى هو كيتسمى المهرس، شوفوا معايا كيكون فيه تقريبا شي نص سنتيم، وكاين هذا فيه سنتيم، وكاين طول منه. انا غنخدم معكم اللي فيه سنتيم، هاد الصغير لا. وهاد الكلياجوره كيكون هادي مهرسه على جوج، يعني ما كبيره ما صغيره كتكون متوسطه، كتكون هذيك هادي مقسومه على جوج يعني. المهم باش تعرفوا صافي باش ما نطولش بزاف غادي نبداو. اول حاجه غادي نبداو بها هي الوسط، العقيقه اللي في الوسط، الحجره اللي في الوسط، كنجي للوسط ها هو شوفوا معايا الوسط ديال الخدمه، نثبت
انا عقدت ولكن نثبت من الافضل غنجي ناخذ. انا درت هذه العقيقه في الزرق لون توب، شوفوا معايا، وغادي نجي لهنا نثبت هنا الخيط ديالي ها هي، ونجي ثاني لهنايا في هذيك زائد هي اللي تنخدموا بها. هذيك زائد راه قلت لكم فيها 6 سنتيم، يعني كل 3 سنتيم في جهه كنجي كنثبت الحجره ديالي بحال هكا، شوفوا معايا في الوسط هي الاولى. من بعد نجي لهنا، نجي هذه اللي انفاس معايا باش ما تجينيش معذبه، كنجي بحال هكا في الجنب ديال الحجره كندخل في هذا العقيق الطويل بحال هكا، شوفوا معايا كنحاول نمشي داك العقيق ديالي الطويل يكون مائل. ساهله رشمة، ماشي غتخدمي جلابيتك في نهار قل من نهار، شي حاجه اللي سهله بزاف كاع. كتجي عاوتاني كديري بحال هكا، تبقاينا غادي بنفس الخط المائل بحال هكا، هنا كنهزو من نفس البلاصه مازال عندي واحد المجموعه ديال الطلبات، وان شاء الله يا ربي توفقني باش نطبقهم لانه عندي الخدمه. قلت لكم المتتبعين ديالي والله كتجيني بعض المرات واحد الفتره كيكثروا عليا تراكمات الحياه، كنقدرش نخدم، كنكره الخدمه، نكره شي حاجه سميتها الخدمه، ولكن ضروري خصني نخدم، كيجيني واحد الارهاق لا اله الا الله وصافي. على العموم الله ينفسها على الجميع وصافي، هادشي اللي غنقولو، يوفق الجميع، حتى شي واحد ما كما نقولو ما لقاها كيف بغاها. من بعد كنكمل بها الطريقه هذه، شوفوا معايا نتو بحال هكا، نشوف دابا هذيك الليله هنايا شتيني صافي، غادي نحبس بحال هكا، شوفوا معايا نزيد غير وحده، نزيد دقيقه طويله من بعد غدا نحبس بحال هكا بحال هكا. دابا نجي لهنا من نفس البلاصه وغادي ندير عاوتاني نقرب الحقيق، نمشي ثاني هكا نحاول هنايا يكون عندي داكشي مقاد، ماشي نخلط ونخشي هكا، خص تكون عندي نحس به مثلث بحال هكا. والله تسهل البنات، هذه من اسهل ما يكون، شي حاجه اللي سهله ومن طون خفيفه وراقيه. هذه طويله شويه د شوفوا فين جاتني طويله بزاف، نحيدها، جات طويله على العقيق الاخر. هي هاد الاخرى اللي صغيره، انا عند بالي الاخرى طويله وهي راه الاخرى القصيره اللي درت الاولى، لكن ماشي مشكل، نكملوا الرشمه دائما من ناحيه العقيق. هاد لا مارك هادو ديما البنات خذوا الماركه ديال التاج زوينه بحال شكل الماتون، المهم شي حاجه اللي مزيانه كلشي كيشكرها، لا في الموزون ولا في هاد العقيق الطويل، المهم كفكره وصافي. هذه طويله صراحه، هاك باش كملت هادو نجي لهنا ندير هادي
حالك. حالك. نجي لهنا ونخرج هاد الجهة الأخرى، نهبط هكا. شوفوا معايا، دابا غنخدم هاد الاخرين ونرجع معكم. معين بعد ما كملتها كلها راه قلت لكم ما كتاخذش وقت طويل، كنجيو كنديروا ما بين هاد السبولات هادو كنديروا هاد الاخرين، هاد الدميعات هادو بحال هكا كنشدوها كنخشوا لها راسها هنا في الاوله، كنطلعهاش الفوق، يعني خصها تكون في داك ما بين هذيك السبوله والسبوله. من بعد صافي كيجيو ثلاثة، راه قلت لكم كيجيو ثلاثة في الجلابة، حتى في الكميمات، يعني هذه تجي بحال هكا في الكم قريبة قريبة الراس لكم، كتجي في الوسط حتى هي كتجي زوينة. وعاد فاش في القدام ديال الجلابة جهة واحدة، اللي بغى يدير في ثلاثة جوي يديرها، مي السيدة بغى ديرها غير في جهة واحدة، يعني غادا تجي مزيانة بحال هكا، نفس الموديل اللي طلب مني. داكشي علاش طبقتو، حيت بغات العبارات اللي تقدر تخدم عليهم. هذا هو فيديو اليوم، نتمنى من الله يعجبكم.